الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. شرحت لكم مضمون هذا التوقيع وفرعت ما فرعت من المسائل ومن التشقيقات الاستنباطية. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة تختصر لنا موقف المذهب الطوسي من إمام زماننا بنحو عام ومن موضوع الخمس بنحو خاص. زمان الحسناوي من خطباء النجف على المنبر بيده الكتاب ويقرأ من الكتاب وليس من حافظته أو ذاكرته، من الكتاب يقرأ ما جاء من كلام مذكور في توقيع إسحاق بن يعقوب، يقرأ هذه الجملة: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، لكنه يبدو كان غافلا من أن العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ما إن رآها حتى قفز قفزة وذهب إلى الكلام الذي جاء بعد هذا التعبير الواضح الذي كتبه إمام زماننا بخط يده، قفز قفزة واضحة جدا وانتقل إلى فقرة أخرى ولم يقرأ ما كتبه إمام زماننا: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قفز قفزة واضحة، هو يقرأ في الكتاب وبين يديه التوقيع الشريف بكامله، فلما وقعت عينه على كلمة وأما الخمس ارتبك وقفز إلى العبائر التي تأتي بعد الكلام المذكور عن الخمس في التوقيع الشريف. رجاء أعيد بث الفيديو حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذه الحالة. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه اللقطة تمثل واقع المؤسسة الدينية الطوسية في الضحك على ذقون الشيعة، لقطة بسيطة وصغيرة لكنها تحدثنا عن مضمون وحقيقة المؤسسة الدينية الطوسية في النجف وكربلاء.
كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما في الجنان ما في الجنان ما في القلب يظهر على فلتات اللسان. فما في جنان هذه المؤسسة الطوسية يظهر على هذا الخطيب أو غيره. فهؤلاء الخطباء يمثلون هذه المؤسسة القذرة. هذا هو حال خطبائها، وحال خطبائها يخبرنا عن حقيقتها، عن حقيقة هذه المؤسسة النجسة. إنني أتحدث عن المرجعية الطوسية في النجف، إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. لمرة ثالثة أعرض لكم الفيديو كي تتأكدوا من الموضوع بدقة وبوضوح. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هكذا تحرف الحقائق. شيخ زمان الحسناوي ليس مهما، إنه معمم صغير، معمم على الحاشية، لكن تصرفه هذا يكشف عن واقع المؤسسة الطوسية القذرة. هكذا تحرف الحقائق، وهكذا يحارب حديث العترة الطاهرة بمختلف الأساليب وعلى منبر العترة الطاهرة. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعل منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.